السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة هنستكمل دروسنا اللي كنا بنتكلم عليها من الأول، وهي الـ Planned Ways of Parting the String. دلوقتي يا جماعة، إحنا اتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا على الـ Controlled Back Off والـ Blind Back Off. طيب، لو أنا الـ Option ده ما كانش متاح، او بعض البوليسز في يعني بعض الشركات عندها البوليسي بتاعتها تقول لك لا انا ما اعملش بلايند باك اوف، لان فعلا ممكن يسبب مشكله وما اعرفش اطلع من السترينج بتاعي او بتبقى مشكله. طيب، فلازم يكون في حلول. فمن ضمن الحلول دي بقى هنعرف النهارده عده حلول، ان انا بستخدم كاترز، يعني قطاعات او سكاكين او غيره، علشان اعمل بارتنج للسترينج بتاعي. يبقى انا اهو بارتنج ذا سترينج باستخدام الكاترز. طيب، ايه بقى انواع الكاترز دي؟ اول نوع هو يا جماعه هنتكلم عليه هو بيسمى بالكيميكال كاتر. طبعا اي نوع من السترنج، لو نزلت مثلا بكاتر او اي حاجه، لازم ابقى عارف انا هقطع فين، فبنزل على حاجه اسمها كولر لوكيتور، ودي اللي بتحدد لك بالظبط مكان الكولر عشان ما تجيش تشوط فيه فما يحصل لك فيلير. لا، احنا بنتكلم بنقول انت عندك هنا ادي الكولر لوكيتور اهو، فبنقول انت ده تول اللي هي اسمها سي سي ال، يعني كيسنج كولر لوكيتور او الكولر لوكيتور بتاعنا، عشان ابقى عارف انا فين بالظبط. طيب، فكرته ايه الكيميكال كاتر ده باختصار شديد كده؟ تعالى نشوف الميكانيزم بتاعه. زي ما انت شايف كده، ادي الميكانيزم بتاعه اهو، نازل على واير لاين زي ما انت شايف. دي بول بلاج من تحت، دي الاجنيشن تشامبر، وده الكاتنج هيد اللي بيطلع من عندها الاسيد بتاعنا، ده الكيميكال سلندر اللي بيبقى فيها الاسيد، ده اللي تشوك بتاعنا او اللي بقى فيه هنا عندك الرابشر ديسك بقى موجود، ده لور بروبلنت سب او دي الجرينز اللي بتعمل بريشر، يعني ده السليب سب ده عامل زي الانكور كده عشان يثبت التول في الماسوره، والفايرنج سب اللي موجوده فوق، ودي الابر بروبلنت دي اللي فيها الجرين اللي بتعمل لما بيحصل لها اجنيشن فبتسبب غاز فبتتحرك. هنتكلم عن الميكانيزم بالظبط. والفايرنج سب هي موجوده، وادي الكيسنج كولر لوكيتور عشان ابقى عارف انا بشوط فين بالظبط. طيب، بيقول الكيميكال كاتر از اكتيفيتد وين ان اجنيتر انيشيتس ذا جاز جنريتور جرين كوزنج ذا جاز بريشر تو سيت ذا سليبس. يعني حضرتك هنا الاجنيتر بتاعنا، الاجنيشن تشامبر بتاعتنا ديت، بتخلي بيحصل حاجه معاك هنا كده اهو في الابر بروبلم دي، بيبقى مليانه غازات، سوري اسف، حاجه اسمها جاز جنريتور جرين. اول ما بتتولد نتيجه الاجنيشن اللي بيحصل عند ده الفايرنج صب، اول ما تولع فبتعمل لك هنا غاز، الغاز ده بيجي زق الديسك ده اهو، فبيخليها تسيت، بيخلي السليبس دي تطلع وتسيت في قلب الماسوره، وبالتالي بتتثبت عشان ما ابقى قطعه مظبوطه يعني. طيب، بيقول اهو از ذا بريشر انكريسز، يبقى اول ما بيتولد غاز هنا از ذا بريشر انكريسز ذا سيل ديسك سلندر از رابشر ريليزنج بروميد تراي فلورايد، ده عباره عن اسيد، يعني بروميد تراي فلورايد بيبقى موجود هنا طبعا، انت بتوصل الضربه بتوصل من هنا، ده بيتسيد اهو، وبعد كده بيحصل لك عندك هنا الرابشر ده بيتكسر، وعندك هنا الكيميكال ويت. بنقول يا جماعه اهو از ذا بريشر انكريسز، يعني لما البريشر بيزيد ذا سيل ديسك سلندر از رابشرد وريليزنج الاسيد بتاعنا اللي هو البروميد تراي فلورايد، ده عباره عن اسيد يعني، which is forced through the catalyst، يعني بيعدي على كاتاليست وبالتالي بيحصل له عمليه من التحفيز وبيحصل له رياكشن معاها، يعني مع الاويل اجنايتنج، وبالتالي او بيتفاعل مع الزيت يعني، وبيحصل له بعد كده اجنايتنج ذا ستيل وول، اللي هو بالتالي بيعمل عمليه احتراق، وبتلاقي اللي هو في الاجنايتنج شامبر دي، وبالتالي حضرتك بعد كده بتلاقي بقى ذا كومباينيشن اوف ذا كيميكال اند رياكتنج رياكتنت، يعني اللي هو العامل الحفاز، يعني بيسبب causes the temperature and pressure to increase inside the cylinder، بيزود البريشر داخل السلندر دي، وبالتالي ده بيدفع الاسيد ده انه يطلع من النقطه ديت من عند الكاتنج هيد ديت، يعني بيطلع منها. بيقول له when the internal pressure exceeds the hydraulic well pressure a piston is pushed down forcing the activated chemical out of the cutting head orifice at the high pressure severing the tubing. نقول هو بيندفع بشده وبسرعه عاليه كده، وبالتالي بيتسبب ان هو بيقطع التيوبنج بتاعتنا، فبنقول the pressure then equalizes and the slips reacts، يعني بعد كده
بيحصل نيكولايزنج للبريشر، وبالتالي بتلاقي السليبس دي بيحصل لها ان هي ريتراكت، يعني بترجع لحالتها، وبالتالي بقدر اطلع بالسترنج بتاعي بسهوله. فذا كاتر از ناو ريدي تو بي ريموفد فروم ذا ويل. ده شكل القطعيه بتاعه الكيميكال كاتر اهيت، زي ما انت شايف بتبقى بالمنظر ده، يعني قطعيه ممتازه خالص اهي. بنقول اهوت الكيميكال كاتر، ايه بقى الريكومنديشن اللي لازم تتاخد في الاعتبار؟ يقول لك يو ماست هاف ا فلويد ان ذا هول اور ذا كاتر ويل تراي تو جامب اب ذا هول. يعني لازم يكون في هيدروستاتيك هيد فوقيها، والا هيحصل مع البريشر العالي ده والاجنيشن اللي بيحصل ده ان يحصل جامب في السترنج، وبالتالي ممكن تسبب مشاكل في التول. يعني لازم برضو ابلاي ات ليست، طبعا لو بقول 10 باوند اب سترين يعني تبقى شادد اوفر بول 10 كيلو باوند، لكن الحقيقه ان احنا بنشد حوالي من 10 ل 15% من وزن السترنج، مش 10 بس، يعني ابلاي وليكن من 10 ل 15% باوند اب سترين يعني اوفر بول اون ذا تيوبنج بيريور تو فايرنج ذا كاتر، يعني قبل ما تقطع بيه الكاتر. فطبعا ده شكل مبسط اهو، بنقول لو ديت الكيسنج بتاعتك وده الكيسنج الكاتنج هيد اهي اللي هيحصل عندها، وده التيوبنج اللي عايزين نقطعها، وديت حضرتك الانكور او السليبس بتاعتنا اللي احنا هنثبتها هنا. بنقول اهو ده الشكل بتاعك اهو، ده هنا اول حاجه الفايرنج سب حضرتك بيحصل اجنيشن فيها هنا اول ما وصلتنا عند الدبس اللي انا عايزه، فالجرينز اللي موجوده هنا بتديك بيحصل جاز جنريتنج من الجرينز ديت نتيجه الاجنيشن اللي حصل، فبتفتح السليبسات دي، وبعدين البريشر اللي بيتكون ده بيكسر الرابشر ديسك ده، وبالتالي تلاقي الكيميكال حضرتك خرج من، تلاقي الكيميكال هنا حصل له تفاعلات تفاعل وهكذا، او زي ما انت شايف كده الغاز اتحرك هنا في الحته ديت فكسر الشامبر اللي موجوده هنا، ضغط لك على السلندر ديت فعمل التفاعل مع الرياكتنت اللي موجود هنا، وبالتالي زاد البريشر اللي موجود والحراره اللي موجوده، وبالتالي تسببت في ان انت تخرج الاسيد هنا بسرعه عاليه جدا من الاورفيس اللي هنا لما البريشر بتاعك بيبقى عالي، فبيؤدي الى ان انت تقطع الكاتنج من هنا، يعني بيقولوا انترنال بريشر درايف ذا بيستون انتو ذا بول بلج هنا بيعمله، وبالتالي الاسيد اسكيبس ثرو ذا نوزلز ان ذا كاتنج هيد، وبالتالي بتقدر تقطع معاك القطعيه من هنا. ده كان باختصار كده الكيميكال كاتر. طبعا ده بقى المقاسات بتاعته، والله مثلا لو انت عايز تقطع في كول تيوب، ف الكول تيوب او تيوبنج سبيسيفيكيشن بتاعتك معاك المقاسات اهي، لو مثلا معاك لحد واحد وربع يبقى الاوبننج بتاعتك او الطول ماكسيموم بتاعتك يبقى الاوبننج بتاعها بتبقى 1.6، البايب او دي بتاعتك بتبقى 1.75 وهكذا، البايب اي دي بالرقم ده والويت بتاعها هكذا. لو هقطع في التيوبنج معاك تيوبنج لحد 2 وتمن مثلا، بحتاج لها مثلا طول تبقى 2 ونص، ده ماكسيموم يعني الماكسيموم طول اوبننج تبقى حوالي 2 ونص، والبايب او دي بتاعتك تبقى 2 و7 8 او غيره او هكذا. بقول هنا برضو في التيوبنج بتاعتك اهيت، في طبعا دي بقى مقاسات مختلفه، والكتر او دي لو انت مثلا شغال في دريل بايب يبقى الكتر او دي بتاعتك في التيوبنج مثلا، وليكن التيوبنج بتاعتك لو كانت 9 3 يعني 3 ونص او دي، فبقول هنا ان انت بتحتاج الكتر بتاعك يكون كام؟ يكون 2 و3 ارباع مثلا يعني على سبيل المثال. نفس الكلام برضو الكيميكال برفوريتور والدريب بايب نفس الكلام، ايه ده السايزات بتاعت الحاجات دي كلها. تاخد بالك برضو ان الحاجات دي قبل ما بنزل بقى دايما لازم ارن سليك لاين عشان بجيتش كتر، عشان اتاكد ان السترنج ما فيهوش اوبستراكشن وان الامور تبقى ماشيه سالكه، ولازم تبقى اعلى منها شويه. يعني مثلا لو هنزل اقطع وليكن مثلا في ماسوره 3 ونص مثلا، 3 ونص اللي هي 9.3 مثلا، يعني 3 ونص، فالانر دايمتر بتاعها 2.99، فانا لازم الكتر اللي انا اقدر استخدمه كام؟ 2.75، فانا لازم انزل اعلى من السايز ده شويه وليكن مثلا 2.84 ولا حاجه عشان اتاكد ان هو فري، يبقى انزل مثلا بجيج كتر 2.84 وهكذا عشان يبقى معاك الطول بتاعك مظبوط، بتاع السايز بتاعك مظبوط اللي تقطع بيه. خلاص؟ طيب الكيميكال كاتر يا جماعه ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ ادي الشكل اهو بتاع النوزلايات اللي بيقطع بيها بالمنظر ده. طيب ادي الادفانتج بقى، ايه مميزاته؟ نقول اول حاجه فلير فري فيش، يعني بيقدر يقطع الفري فيش. ثاني حاجه ليفز نو ديبريز، يعني ما بيسيبش مكانه ديبريز، بتبقى القطعيه نظيفه. ثالث حاجه ويل نوت دامج ادجيسنت سترينج، يعني لو فرضنا ان في اتنين سترينج جنب بعض ولا حاجه، لا بيبقى يقدر يقطع كل سترنج لوحده من غير ما يعمل اي مشكله في الثاني او هكذا. يعني مثلا لو هقطع جوه كل تيوب، كل تيوب بتبقى جوه تيوبنج، فلا هيقطع كل تيوب بس مش هيقطع التيوبنج معاها، فبقول لك ويل نوت دامج ادجيسنت سترنج. عيوبه بقى ايه او ديس ادفانتجز بتاعته ايه؟
بنقول اول حاجه الهيفي مد كوزس بروبلم، لان بيبقى عليه هيد عالي قوي فممكن تسبب له مشكله. ثاني حاجه ليميتيشن اون ديبسز، يعني برضو نفس الكلام، لو انت مثلا يقول لك عن دبس 2000 قدم لا هيبقى فيها مشكله شويه، لازم اعلى من كده او انه يحط اكستنشن، او يعني المشاكل بتاعت اللي المعتاده في الحاجات دي. سليبس كان بانش ثرو كرود تيومنج، يعني السليبس دي لما بتفتح وتثبت لو المواسير دي او التيومنج دي كانت كرودد فممكن تعمل فيها بانش، وبالتالي تيجي تشد التول بعد ما تخلص تلاقيها شحطت معاك وتقطع، ويبقى انت عملت اوبستراكشن جوه السترنج مش حليت السترنج. فديت من عيوبه الشديده يعني. الحاجه اللي بعدها بقى، في حاجه كمان، ده النوع الاولاني من الكاترز. النوع الثاني حاجه اسمها جيت كاترز. الجيت كاترز ده يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن اكسبلوسيف، تبقى واخده الشكل اللي هو الفي ده، في بالمنظر ده كده. بنيجي احنا عاملين لها هنا، ده هنا عندك بوستر، يعني اللي هو المتفاعل، يعني اللي هو ده عامل زي الديناميت كده يعني. البوستر ده اللي هو الايه اللي بيساعد على التفجير، ده الاكسبلوسيف تشارج، التشارج اللي احنا بنقول عليها اللي متفجر، وده الفي شيب او الشيب لاينر على شكل حرف في. وبنقول عندك هنا ده البوستر بتاعنا زي ما قلنا. وعندك بقى حاجه اسمها بلاستنج كاب، اول ما حضرتك ما بتعمل اجنيشن كده فبيجي متسبب معاك في انه يعمل اكسبلوسيف تشارج، يعني يولد انفجار، واخد بالك، بيولد انفجار عندك او يحصل اكسبلوسيف تشارج هنا، فبتولد حضرتك ان الشكل فيه ده بيخش جوه، بيجي طالع من هنا كده بسرعه عاليه جدا، بتوصل احيانا البي اس اي بتاعها ال5 مليون ولا حاجه، وبالتالي يتسبب في قطع التيوبنج او الحاجه اللي انت عايز تقطعها. يعني باختصار شديد اهوت بيقطع كل حاجه. يبقى الابلكيشنز بتاعته بنقول اهوت تو كات ذا بايب ذات كان نوت بي باك اوف، يعني انا بقطع بيها المواسير اللي ما بقدرش اعمل لها باك اوف. تو كات ذا تيوبنج وين تيوبنج هانجرز اور كنترول لاينز ميك باك اوف امبوسيبل، يعني احيانا مثلا انا التيوبنج هانجر بتاعي ممكن يكون موجود، فبالتالي مش هعرف اعمل باك اوف يعني، فبقى صعب قوي، لكن ممكن انزل اقطع وهو في الوضعيه دي. برضو تو بي يوزد وين ذير ار نو ريستريكشنز ان ذا سترينج، لازم عشان استخدمه ما يبقاش في ريستريكشنز معايا في السترينج بتاعي. بنقول اهو جيت كتر والفريل فلير ذا او دي، زي ما انت شايف كده هو بيعمل له فلير، يعني بيبقى ترشه كده، ما بيخلوش سموس او حاجه، لا بيبقى زي ما انت شايف عامله بالمنظر ده كده. فده يعني ده من عيوبه يعني. بنقول يوزز سيركولار شيب تشارج تو كات ذا بايب، ده الميكانيزم بتاعه. بنقول اهوت كمان يوزد وين ا باك اوف اور كيميكال كاتر از نوت ان اوبشن، يعني بستخدمه بعد ما الاوبشنز دي ما تبقاش متاحه، اور ذي هاف بين ترايد ان سكسسفولي، يعني او جربت ان اعمل الكلام ده وما حصلش ان هو ان سكسسفولي، يعني ما نجحتش ان انا اشتغل بيهم يعني. Always a risk of adjacent string damage، يعني ممكن برضو في عندك ريسك ان انت هتكسر string حواليك او اي حاجه، لان طبعا تاثيرها عالي جدا. جيت كاترز ده بنقول اهو السايز بتاعنا من 1.5 على 32 لحد 12 اوتر دايمتر، عشان اقطع من 1.6 لحد 13 3 8 كيسنج. بقول ان الجيت كاتر وركس اون ذا شيبد تشارج برنسبل، او زي ما انت شايف اهي ده اللي هي الفي شيب بتاعتنا اهي. بقول عندك ان يوز تو كات كورودد تيوبنج، بقول برضو ان الكتر ده ويل ليف ا فليرد فيش، زي ما انت شايف بتبقى شكلها مبطرش من فوق مش قطعيه مظبوطه يعني. ده الميكانيزم زي ما اتفقنا، ادي الفي شيب اهوت شيبد تشارج ار ميد اوف هاي اكسبلوسيف اتش ام اكس او ار دي اكس، طبعا دي نوع انواع اكسبلوسيف هاي، which are pressured or pressed into a configuration that has an opening end and an apex، اللي هو بالمنظر ده. This creates a cavity which forms a V. This V is lined with the cover، يعني اللي هو موجود بال V بقى موجود في النحاس. طبعا حضرتك أول ما بتفجر هنا أو once it is detonated، يعني أول ما بيحصل detonation هنا، يعني اعملها by the primer أو primacord يعني which runs through the center of the charge detonates، يعني بتنفجر الشحنة away from the cutter، وبسرعه كام؟ من 22000 ل 25000 فيت بير سكند، شايف السرعه عامله ازاي؟ وبالتالي ده بيسبب بريشر حوالي كام؟ 50000 5000 بي اس اي، سوري اسف 5 مليون بي اس اي. ال 5 مليون بي اس اي طبعا ده تقطع اي حاجه. فبنقول this high pressure generated exceeds the yield strength of the dense metal liner collapsing the apex، يعني بيخترق اللاينر كولابسنج ده
وبالتالي حضرتك بيسبب ان انا بخش عندك بقطع بيها الكيسنج زي ما تشوف كده بالمنظر ده. The liner metal impacts the pipe exceeds the yield strength of the pipe causing the pipe material to behave like fluid زي ما انت شايف كده بالظبط. وبالتالي حضرتك elements of the job of the jet are consumed as the whole depth increases. يعني طبعا كل ما الدبس كان عالي بتبقى الفعاليه مش قويه قوي يعني. فبنقول هنا حضرتك ان هي بتيجي تستطيع بعد كده ان هي تقطعها لك بشكل تام. بنقول the width of the perforation or the cut area are larger than the diameter of the metal jet. عشان كده هي بيحصل لها الفرير بتاعنا اللي بيحصل ان هو بتفطرش مننا وبتبوظ في الاخر خالص. ده الجت الاولاني. في حاجه اسمها السوبر جت يعني اقوى شويه منه. طبعا ده الشكل بتاعه زي ما انت شايف كده. ده امتى بقى بستخدمه؟ بول وركس اون ذا سيم شيبد تشارج برنسبل يوزنج مور اكسبلوسيفز. يعني بيبقى في اكستنشن في الاكسبلوسيفز بتاعته. اول كاتنج ديبر اند اندر هاير هيدروستاتيك. يقدر يقطع ديبر او لو في هيدروستاتيك عاليه معاك يقدر يرمي فيها. بول ويل دامج اذر تيوبلرز يوزد موستلي فور بي اند اي. ده لو انا عايز اعمل بي اند اي فبستخدم السوبر جيت ده اللي هي بلاج اند اباندنت عشان بيبقى خلاص انا مش هقدر استفيد من اي حاجه من الجيت ده، وبالتالي اصلا ممكن يبوظ لي كمان الكيسنج اللي جنبه. فبعمل بي اند اي بنزل احط فيها بلاجه واعمل بلاجه اسمنت واسيب البير وامشي. تمام؟ طيب في بقى نوع كمان اسمه سبليت شوت. ايه بقى السبليت شوت ده؟ زي ما انت شايف كده بالظبط ان هو بيقطعها لك بالطول فبالتالي تقدر تطلع منها بعد كده اهو سبليت شوت بالمنظر ده. When you cannot perform a back off لو مش هعرف اعمل back off خالص او حاولت وما عرفتش. ثاني حاجه restricted ID doesn't allow ability to run a cutter. يعني حضرتك في restriction موجود هنا مش مخليك عارف ترن الكتر في اي حاجه واقعه او في restriction موجود في السترنج بتاعك. Simply jumps a connection يعني بيقطع كده ويطلع من عند الكونكشن يعني. بنقول this design to cut or split the collar a collar or connection through the restriction. طيب كل التول اللي فاتت ديت يا جماعه انا ببقى بعمل حسابي ان انا ممكن اعرف افش او ابقى في محاولات او غيره وكده. انما التول دي بالذات ده كده لما ببقى انا خلاص جبت اخري من البير فباجي مفجر عند التول جوينت عشان اعرف اطلع مش عارف اعمل باك اوف ولا عارف اعمل اي حاجه. فباجي مفجر عند التول جوينت بالمنظر ده وساعتها بتبقى بقى بالمنظر ده بيطلع لك التول فش كده بتبقى ديستورشن طبعا متشوهه جدا. وبالتالي حضرتك ده انا بعملها لما انا اقرر خلاص ان انا هعمل سايد تراك او هطلع بقى خلاص انا هجيب السترنج اللي اقدر اجيبه وخلاص على كده مش عايز حاجه ثانيه من البير. فالسيفرنج تول ده بنقول دايما وين ا كيميكال كات اور باك اوف از نوت بوسيبل. يعني لو انا مش عارف اعمل باك اوف او استخدمت كل الكاترز اللي فاتت وما نفعتش. ولو وين ذير ويل بي نو فارذر اتيمبتس ات فيشنج. يعني خلاص انا لو برضو بعمل مش هعمل محاولات ثانيه في الفيشنج بنزل اعمل سيفرنج واقطع من عند التول جوينت زي ما انت شايف كده بتبقى منظرها سيء بالمنظر ده واطلع بايه بالسترنج بتاعي وكل عام وانتم خير واسيبه بقى على كده لو هعمل بقى سايد تراك او اي حاجه. ده طبعا زي ما انت شايف اهو المنظر اهو. بنقول له ات از يوزد تو كات ذا دريل بايب او الهيفي ويت دريل بايب او حتى الدريل كولر. بنقول اهوت عندك من 2 و5 تتمان او دي اوتر دايمتر تول ويل سيفير لحد 11 انش اوتر دايمتر دريل كولر. بنقول اهو يوزد ان اوبن هول اونلي. ليه؟ عشان هي ممكن تدمر لك الكيسنج لو جت كمان. فبيستخدمها بس في الاوبن هول وزي ما قلت لك بيبقى فرصه بعدها بقى انك تعمل سايد تراك او اي حاجه من البيت. كل المقاسات المتاحه سايزز افيلابل من 1 و3 تتمان الى 2 و5 تتمان. ده سيفرنج تول زي ما انت شايف بالمنظر ده كده بتنزل تفرتك من هنا بالظبط. هي نفس فكره التشارج اللي بيبقى موجوده. وادي عندك البريما كورد بتاعتها برده عشان تتفجر بيها. يوزد موستلي از سايد تراك تول ديو تو باد فليرنج and splitting which makes fishing difficult. زي ما قلنا ان احنا بنعملها بالظبط قبل ما اقرر اخد قرار السايد تراك عشان انا ما بعرفش ساعتها مش هفش تاني. ولو the tool should be fired in the tool joint splitting the tool joint pin. زي ما قلنا كده ان هي بتبوظ البن بتاعنا. فنقول اهو fire in the tool joint it will only flare the tube area. It will only flare the tube area. بنقول hold strain up while firing لحد 20,000. دايما بنقول في الحاجات دي بالذات لما تيجي تقطع لازم تخلي معاك من 15 ل 20,000 او 20% من السترنج بتاعك علشان يبقى انت حاططها اندر تنشن بحيث لما تقطع يسمع معاك على طول. اخر حاجه بقى هي حاجه اسمها ميكانيكال انترنال كتر. يعني ده كتر بينزل طبعا دي اسمها دراج بلوك بتاعه بيجي عشان يشحط في مكان معين وبعدين
بعد كده بالروتيشن حضرتك بتيجي فاتح مسايه السلبسات ويفتح النايفز او السكاكين بتاعته ويقطع في المكان بتاعك بالراحه كده. طبعا بستخدمه لو انا هعمل كيسنج باتش احيانا، لو انا برضه هقطع في تيوبنج او اي حاجه طبعا بمقاسات مختلفه وغيره. يبقى الميكانيكال انترنال كاتر ده كوست افكتيف، يعني ده طالما ان هو ميكانيكال فمبقاش تكلفته عاليه زي الكيميكال والار سي تي والحاجات دي. بيعمل شالو كات زي ما قلنا، دايما بستخدمه في جوبات الكيسنج باتش. بقول لارج اوتر دايمتر تيوبلرز، يعني ممكن زي ما قلنا لحد الكيسنج 13 8 9 5 8 الحاجات دي كلها. بقول كات اند ريتريف ان ا سنجل تريب، يعني هو بيقطع وفي نفس الوقت هو مسيد فبيجي شادد معاه الحاجه السترنج وهو طالع. بقول لك يوسفول ان انفايرمنتس وير كونديشنز ار نوت سوتبل فور واير لاين اوبريشنز. بنقول بقى ايه البروسيدجرز بتاعته؟ بنقول اول حاجه ات ذا ديزايرد كاتنج ديبس، عند الدبس اللي انت عايز تقطع عنده، انكور ذا كاتر باي سلو رايت هاند روتيشن، ثبت الكاتر ده بالدراج بلوك ده عشان يتثبت، فباخد رايت هاند روتيشن يعني بلف لفات بسيطه كده وايل سلولي لورنج ذا ورك سترينج، يعني باخد لفات يمين وانزل وانزل سلاك، فالدراج بلوك ده هو بيشحطه، ثم لما ازود بقى السلاك اللي بيحصل في كون جواه بيجي اوتوماتيك هو متحرك. يبقى ذا وايبر بلوكس ويل ريزيست، الوايبر بلوكس اللي احنا بنقول عليها ده اهي اللي هي الدراج بلوك بنسميها دراج بلوك، يعني ويل ريزيست روتيشن اند ديس انجيج ذا اوتوماتيك بوتون، وبالتالي كونتينيود لورنج، انت لما تزود بقى اللورنج يعني تكمل تحط سلاك يعني كوزز ذا كون، في كون جواه هنا كده تو موف اب تو موف ذا سليبس، يعني حضرتك في كون داخلي يعني كون على شكل مخروط كده، وانس ان انا عمال اقري فالكون ده بيجي ضارب السليبسات دي شاحطها في قلب الايه السترنج بتاعي. فهو يبقى كون سوري اسف يبقى لورنج ذا سترنج كوزز ذا كون تو موف ذا سليبس اند انكور ذا كاتر ان ذا بايب، وبالتالي بيتثبت الانكور في قلب الدريل بايب او في قلب البايب يعني. وبعد كده اعمل ايه بقى؟ ذا نايف بلوكس ذا نايف بلوك فورسز ذا نايف تو ستارت ذا كات، يعني النايف دي بتلاقي فتحت معاك وتبدا حضرتك بقى ايه واحده بواحده كده تقعد تلف لحد ما تقطع معاك الكاتر دي. يبقى كات ذا كيسنج باي سلو روتيشن واحده واحده ان لو جير على الهادي خالص ات ايدل سبيد، يعني بالراحه خالص. واقول ابلاي جاست انف ويت، يعني واحده واحده كده عمال تغذي بالوزن بتاعك تحط سلاك يعني تو فيد ذا نايفز ابروكسيميتلي حوالي 1 كي يعني 1000 باوند بس ما تزودش عن كده عشان ما تكسرش السكاكين بتاعتك. بقول اهوت از ذا نايفز كات انتو ذا فيش، وانس ان النايفز دي ان السكاكين دي قطعت الفيش بتاعك بتلاقي الوزن طبعا معاك زاد. بقت ويل بي نيسيسري تو لور ذا كاتر تو لور ذا كاتر سلايتلي تو مينتين ذا اوريجينال اللي هو ال 1000 بتاعنا ده. بعد كده حضرتك بتلاقي في ديكريز في التورك وتلاقي الوزن البيك اب بتاعك بدا يزيد. يبقى when the cut is made you will probably note، هتلاحظ ان حصل decrease في التورك بتاعك وبالتالي حضرتك بتلاقي الوزن معاك كمان زاد. يبقى after pulling out of the hole check the knives for signs of having made the cut، يبقى بعد ما تطلع حضرتك هتشيك على السكاكين بتاعتنا ديت عشان تتاكد ان هي قطعت، هتلاقي عليها علامات وهكذا. اتمنى يا رب اكون قدرت ووفقت لان اكون اديت الدرس ده بشكل بسيط وسلس. اشكركم جدا وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.